بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. الوكر العربي نهائي الموسم الماضي اعاد هذا اللقاء، وهو بالفعل ختام لمباريات الدور الاول، ومباراة تحدد بشكل كبير ترتيب داخلي في نهاية الدور ما بين المركزي الرابع والخامس، بعد تصدر السد يليه الشمال ومن ثم قطر، وهنا رابع وخامس، سادس الغرافة، سابع فريق الأهلي، الثامن فريق الخور، ومن ثم الريان. هذا هو الترتيب أعزائي المشاهدين في الدور الأول. لسه بدري، دور تاني كامل، 9 جولات لكل فريق، 8 مباريات. إذن لسه في للحديث بقية. فريق الوكرة قام بتغيير اللاعب المحترف اللي لعب معاه المباراتين اللي فاتوا، اللاعب بروكس نمبر 4، وهو في الملعب الآن، ومعاه جوشا نمبر 1، ومعاه 28 سولي. هم دول الثلاث محترفين، معاهم عرفان لاعب المنتخب الوطني واحمد الدرويش. هي دي تشكيلة الوكرة النهاردة في افتتاح المباراة، في المقابل 3 المحترفين والحاج عمر وخالد في فريق العربي. إذن بسم الله وعلى بركة الله، يبدأ حديث التواجد ضمن المربع في نهاية الدور الأول. مباراة هامة جدا لكلا الفريقين. الباصات والتصويبة، هنا سولي رقم 28، هنا عمر سيكي، ما بين لاعبين محترفين مقيمين في الدوحة، والجهة الأخرى ويليام بير، ومعه المحترف كراون جلهاشي، ولكن الحيازة والساكن تراي وعرفان خارج الملعب. بالفعل خارج الملعب. الكرة مع ليناردو، لينارد بايغرام، مرة أخرى خالد الغزال يفتتح التسجيل. اللاعب خالد سليمان لاعب فريق العربي والمنتخب الوطني، هو ترميز أداء وروح فريق العربي. عزيزي المشاهد، التصويبة الأولى غير ناجحة من اللاعب 4 المحترف، لكن هنا سلة جديدة من سي بي، اللاعب سي بي لينارد لا صانع الألعاب. هيكون هناك حديث ونقاشات سلوية فيما بين هؤلاء اللاعبين جوشا والخطأ الأوفنسيفال. الكرة لمصلحة فريق العربي. العربي متقدم ب4 نقاط مقابل نقطتين. مرحلة جس النبض للاعبين والفريقين. سي بي سي بي انسايد، عمر سيك ما فهمهاش. حاتم مملوك، التعليمات من حاتم مملوك. مرة أخرى فريق الوكرة في البحث عن تسجيل أولى نقاطه لهذا اللقاء. مرة أخرى جوشا الباس، وسولي
سولي ولكن الكرة لمصلحة فريق الوكرة. مرة أخرى التمرير، المحاولات، الدرايف، الوقوف، كيك، الترويش. عرفان لا زالت الكرة لا تستجيب لفريق الوكرة. حتى الآن لم يسجل ولا نقطة، مرور دقيقتين ونصف. التصويبة لكن في الأخير لمصلحة العربي. التمرير، خالد، والوقوف، الكيك اوت، انسايد، البحث عن مرة أخرى. العربي يسجل والمحاولات هنا، الدخول والستيل مرة أخرى. إذن هو وقت الوقت المقطع للدكتور إيهاب. عدم تركيز في صفوف اللاعبين أدت إلى 10 نقاط للعربي بعد مضي 3 دقائق ونصف من اللقاء دون نقاط للوكرة. الوقت المستقطع، ومن ثم نعود بمشيئة الله. عدنا أعزائي المشاهدين للقاء العربي والوكرة. أعزائي المشاهدين، ضمن اليوم الختامي، الجولة الأخيرة للدور الأول. مرة أخرى الباص أحمد، التمريرات السريعة، الإنسايد ولكن أوتسايد. لا زال هناك لغز في فريق الوكرة حتى الآن. هنشوف المحاولات للعودة من جديد. صانع الألعاب بروكس رقم 4، فريق كبير بينه وبين دي أولدهام المصاب اللي بدأ به فريق الوكرة. هنا التصويبة، سولي وجوشا، الوقوف، مسلسل التيرن اوفر لا زال مستمر. عدم تركيز غريب في فريق الوكرة، بداية غريبة. منتصف الفترة الأولى، انسايد، ويليام عذرا، ايضا ويليام مش مركز. اذا المباراه خارج التوقعات، المباراه اقل من المطلوب. اذكر الساده المشاهدين، الفريقين هما طرفي نهائي الدوري الموسم الماضي، ولكن الان السد والشمال والدرويش. الدرويش فتحها، الدرويش سجلها اخيرا. احمد الدرويش نجم المنتخب الوطني يسجل اولى النقاط، وهنا المتابعه للدرويش لبروكس ونقل الملعب. بروكس والبحث عن التمرير، عرفان، درويش،
درويش يلا من الشمال واليمين، ولكن هنا متابعة هجومية. الباس جو شام كيك اوت مرة أخرى الدرويش، ولكن المتابعة لابن سليمان خالد سليمان. للتمرير الروعة روعة سي بي لينا، هذا اللاعب صانع الألعاب تم تبديله في صفوف العربي، واضح أنه أفضل بكتير من دالن اللي بدأ به العربي البطولة. عكس الوقت إصابة دي أوتام اضطر أن يلعب بروكس الأكوال، هاي بروكس يقدر يضيف. بالفعل حصل على الخطأ الشخصي، خطأ الشخصي على الحاج علي صالح. تبديل الدرويش مسجل التصويبة أو النقاط الوحيدة لفريق الوكرة، بديلا عنه محمد سليم نجم المنتخب الوطني. أولى نقاط بروكس في الجيم، صانع ألعاب الوكرة. مرة أخرى بروكس على التصويب، ينجح بروكس في تصويب الرمية الثانية. أعزائي المشاهدين، إذن بعد مرور 6 دقائق عزيزي المشاهد، المباراة 6-13 عربي 5 وكرة. خالد يا سليمان نجم المنتخب الوطني الفنان يصوب، ولا هنا بروكسي واو شو شاف الدنك. الله الله الله، اليوت روعة من بروكس جوتا ينطلق، الحماس في صفوف الوكروية والعربي يبحث عن تصويب التيرن اوفر، لكن هنا تيرن اوفر وهنا تيرن اوفر، ده اللي ما بنحبوش. هنا الاسيست اللي نحبه، هنا الباصة الجميلة، المثلث المرعب خالد ويليامز وعمر. هنا مرة أخرى مالك يطلقها، لكن في الأخير الكرة لمصلحة العربي المتقدم 15-7. المباراة خدت تمتين خالص. هنا مرة أخرى عمر سيك لمنطقته حتته وضيعها المرة دي. لازم يقف على الكرة، لكن هو راح وكمل وهو دانك على طول. إذن هي صحوة صحوة مستمرة للوكرة، وصيف باسمو الأمير، وصيف الدولي، والاثنين وصيف أمام هذا الفريق. كان نهائي كل مرة بين العربي والوكرة أطراف النهائي في الموسم الماضي في لقاء ويليا بيرد وفلاين شوت، لكن هنا ترنوفر ترانسيكر راح لكن حصل خطأ من خالد سليمان. الخطأ الشخصي لمصلحة مالك سليم. الجزاء رميتين حرتين، 15 عربي 9 وكرة. عزيزي المشاهد متبقي 2:22 على نهاية اللقاء. لم تنجح الرمية، ولكن ينجح في الرمية الثانية. أكيد حاتم مملوك، حاتم لازم يعود بالتايم أوت. هنا كامباك رائع للوكرة يستوجب على طول وقت مستقطع من الكوتش حاتم مملوك. هنشوف سويا التعليمات ونعود إليكم بمشيئة الله لاستكمال هذا اللقاء.
عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال ما تبقى من فترة أولى متقدم فيها بفارق الخمس نقاط. التصويبة هنا ثلاثية من سي بي، هذا صانع الألعاب الرائع في السوق العربي. هل بروكس له رياضة؟ بروكس هنا السولي لكن بالمرصاد المتابعة لمصلحة فريق العربي. وهنا خالد سليمان لسه ما مشيتش مع خالد، لسه ايديه ما راحتش، ما عرفش مكان السلة. لما بيعرف ما يضيعش بيفرق جدا مع العربي، كان ليه دور كبير في بطولات الموسم الماضي، ليه دور كبير حتى الآن، وهو من أكبر اللاعبين سنا في المنتخب الوطني. المقرر أن يلعب الجولة الأخيرة والويندو الأخير. بروكن بعيدة بعيدة، لو في أربع نقاط تتحسب بأربع نقاط، بعيدة المدى من بروكس يثبت وجوده. كنت بتقول يا أشرف إن في دي أولدام، لا لا لا، بروكس موجود، ما يطلعش من بره، يجرب في الدنيا بستايله الرائع الغزال، يسجل الجام شوت. هنا الخطأ الشخصي على الحاج علي صالح، التعليمات من الكوتش، خطأ شخصي تاني. مرة أخرى خطأ شخصي. التمريرات، المحاولات، الباس، هي يا سولي شوطها ما تخافش، سمع وشاط، لازم يشوط، لازم يجرب من المنطقة دي، هو متمرس عليها، نجح فيها، صوبها، سجلها. 20-15 عزيزي المشاهد، 20-15. مرة أخرى الانسايد، الكيك أوت، خالد سليمان، خلاص خلاص، الماكينة أوبن ناو، أون فاير، خالد سليمان على التصويب. إذن العربي في المقدمة 23 عربي، خلاص عزيزي المشاهد. مرة أخرى بروكس في الثواني، سبع ثواني متبقية، عاوز يلعب اللاست شوت بعيدة مرة أخرى، ولكن هذه المرة لم تنجح. خالد سليمان في محاولة استحالية خارج الملعب. إذن 23 نقطة هو رصيد العربي عزيزي المشاهد، 17 نقطة هو رصيد الوكرة في هذه الفترة من شوط أول في ختام الدور الأول للدوري القطري موسم 2018-2019. تصدر لائحة الترتيب في الدور الأول فريق السد، والله بعودة يا زعيم من زمان، 2014-2015 هو آخر مرة حصل فيها على الدوري في المباراة التاريخية أمام الريان اللي كان متصدر الدور الأول والدور الثاني، ولكن في المباراة الفاصلة تمكن السد من الحصول على البطولة 2014، ومن ثم راحت بطولة الخليج وحصل على بطولة الخليج لموسمين متتاليين. إذن السد عودة الزعيم إلى الزعامة. الشمال القادم من بعيد يحتل المركز الثاني، قطر لازال يحتفظ بمركزه الثالث والميدالية البرونزية، عندما حصل على الميدالية البرونزية لأول مرة من 10 سنين الموسم الماضي. الترتيب هنا في الملعب للرابع والخامس، من ثم تم تحديد السادس هو الغرافة، السابع هو الأهلي، الثامن هو الخور، والريان في الأخير. لكن الريان بدأ في العودة، أمس قدم مباراة رائعة، مباراة العودة للريان أعتقد إن هيكون ليه شكل جديد، شكل أفضل بكتير في مباريات الدور الثاني. ولم تسعفه الأهداف والنقاط للدخول للمربع. بداية الفترة الثانية أعزائي المشاهدين، لقاء أتوقع
هتزيد درجة حرارته، هتزيد اشتعاله، هتزيد التكافؤ. بعد فترة كانت خارج التوقعات، فترة مش على المستوى المطلوب. هنا خالد سليمان. التمريرات عربوية والتصويبة حمراء. ويليام بيرد، فين ويليام؟ فين ويليام بتاع الموسم اللي فات؟ فين؟ عاد ويليام في متابعة مرة أخرى. الباس، الفيك، نايس موف. خطأ شخصي هنا، خطأ شخصي غالي على خالد سليمان. مرة أخرى إدخال الكرة، الخطأ الثاني على خالد سليمان. مرة أخرى بروكس. التمريرات، جوشا، الكيك أوت، عبد الله لاعب فريق الوكرة والمنتخب الوطني. عبد الله لاعب من لاعبين نادي الريان، المراحل السنية بنادي الريان، لاعب مميز. عبد الله شاهر. الرميتين حرتين بواسطة جوشا. نجاح للرمية. إذن تقليص للفارق عزيزي المشاهد، 25-16. خالد سليمان، البحث عن سي بي انسايد، الموف، نايس موف، كرة بسيطة، كرة الانسايد لعمر سيك بالتخصص، ياخد البوزيشن ويعمل السبي موف ويسجل هنا. وعبد الله شهر بياخد الكرة بالوضع متحركا في، ولكن في محاولة خاطئة بشكل غير قانوني من سي بي، يحصل على الخطأ الشخصي الأول له في اللقاء. نزول عرفان، عودة لعرفان. المباراة نتوقع أن تزداد حماسة وحرارة. 27-16 هي النتيجة لمصلحة العربي، متبقي 9 دقائق. المباراة كانت هي نفس النسخة، ختام للدوري القطري، ختام للدوري القطري، ختام لكأس سمو الأمير. وهنا عبد الله يصوب، ولكن إعادة للكرة مرة أخرى. مرة أخرى تقليص للفارق، 9 نقاط هي الفارق عزيزي المشاهد. مرة أخرى خالد، اختراق من خالد، الباص لعمر، عمر يصوب، عمر سلم، عمر سيك من تحت السلة، المطلقة، عبد الله شاهر، ولكن مرة عرفان، عرفان، عرفان رايح، عرفان تضيع، لكن متابعة، سكند شوت، سكند محاولة. إذن هي المحاولة الرائعة من فريق الوكرة للعودة. مرة أخرى تالا، وصول لتالا، هنا تالا لاعب المنتخب الوطني، والتصويبة. مرة أخرى محاولات ومحاولات، والبرو، يا سلام يا بروكس، يا سلام يا بروكس، باين عليه هيقدم مباراة كبيرة. وهنا الانسايد، مرة أخرى بروكس رايح، الترانزيشن، أول زوي، والأنتوان، الله الله الله، عودة رائعة للوكروية والسلة والأندوان.
المباراة، قلت لكم هتحتفل، قلت لكم هتشتعل، المبارياتهم على طول فيها التكافؤ والندية. عودة لفريق الوكرة والعربي، هيتعمل ايه يا حاتم يا مملوك؟ ماذا انت فاعل يا صديقي في هذا؟ أخرى الفارق يضيق عزيزي المشاهد، المحاولات الانسايد بلوك شوت، الله يعرفان، والسكند تراي والثالث تراي، مش ممكن، ثلاث محاولات. إذن هو إغلاق لسلة الوكرة أمام وجه لاعبي العربي، بلوك وشوت وبروكس بروكس بروكس، اوعى يجيلك بروكس، يصوب من بعيد، الفارق يضيق بعد الدبل سكور، 1 بوينت ليدنج فور عربي فقط. احذر يا عربي، والكيك اوت هنا ويليام خالد سليمان، خالد مع المفاتيح، لا 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 لا، لكن هنا بروكس القصير المكير الاشول الرائع هنا على الاطلاق كالعاده، ولكن عمر سكه بالمتابعة. المباراة تزداد سرعة، الباص تلا عمر سك، الموف الشوتينج استخدام اللوحة على طول، جو شاف الفصلي، التقدم الأول للوكرة بعد 14 دقيقة، الموج يزيد والموجة بتجري ورا الموجة، وعلى طول الوكرة رايح رايح ويسجل ويتقدم عزيزي المشاهد، 30 نقطة وكرة، 29 عربي، أقل من 6 دقائق، لابد من إعادة ترتيب الأوراق لحامل اللقب العربي. لا زال على البنش كريستيان، لا زال على البنش خالد، خالد وكريستيان صغار السن أبناء النادي، كان ليهم دور كبير الموسم الماضي. هنا الحاج علي، التصويبة من الحاج علي مرة أخرى، بروكس لكن الستيل الرائع من سي بي، يا سلام على المهارة، على طول أول سوي خلصها لوحده سي بي، رائع سي بي. عادت المقدمة للعربي، وعدناكم فأراد الله أن يبيض وجهنا، قلنا المباراة هترجع نقطة بنقطة، بالفعل نقطة بنقطة، 31-30، التصويب رايحة رائعة، سولي يا سولي، بعيدة المدى، الهاي كيرب، الخبرات يجمعها سولي هنا، 33 وكرة، 31 عربي، مباراة على صفيح ساخن، التصويبة بالتصويبة، حماس شديد في الملعب، لكن هنشوف هنا التيرنوفرز، مش عاوزين حماس، عاوزين نتفرج على الأداء. عمر على طول التسجيل والتقدم مرة أخرى، بل التعادل، العربي 33 الوكرة 33،
منتصف الفترة الثانية رايحين، هنا التعادل ولا زالت الكرة العربي يذهب إلى التقدم. تسرع فيها، بالفعل تسرع فيها سيبي. صح كده، لازم يقف، لازم يلعب على سيب بلاي. مان تو مان هي دفاعات العربي، وبروكس يصوب برعونة. ويليام بير 2-2، ويليام على طول، لكن لسه مش هو ده بيرد، لم يطير بعد ويليام بيرد، لم يكن كان الحمام الطائر الغزال صاحب بصمات كبيرة مع العربوية في الحصول على الدوري. وتصويبة، شكرا يا أستاذ حسام على هذا التعليق. فعلا المباراة دايما سجال، بالفعل مرة أخرى دائما مباراة العربي والوكرة. هنا مرة أخرى الدخول خالد سليمان، لازم الكيك اوت. ويليام والتصويب، إجبار على التصويب، الوكرة قفل المداخل، كماين الوكرة تمنع العربي من الوصول. وتاني كرة ولا لا أمام العربي إلا ترانزيشن أو ضياع الثري بوينت. هنا يا السلام، والخطأ هنا، الخطأ بالخبرات من مالك سليم، خطأ شخصي. الخطأ الثاني، مباراة تعادل، تعادل 33-33. قلنا المباراة هتكون متكافئة، وتوقع كابتن حسام الكلام ده، وقال فعلا التعادل 33-33 على العربي والوكرة كالعادة. الرميات الحرة، نجاح للرمية الحرة. التقدم بنقطة لمصلحة العربي يا عزيزي المشاهد، نقطتين ونجاح للنقطتين. مرة أخرى الوكرة في محاولة لاستمرار التعادل والتقدم مرة أخرى. عبد الله جوشا بالهاند أوف، جوشا والحل بالتصويب، وهنا المتابعة والخطأ على ويليام، المتابعة بشكل غير قانوني على عرفان. بالفعل هناك الخطأ الشخصي والتصويب برميتين حرتين، الخطأ الأول على ويليام بير. سيبي هو نجم اللقاء، من هنا سيبي، ومن هنا جمال بروكس في صانع الألعاب. جمال بروكس صانع الألعاب، 13 نقطة، 4 ريباوند، 4 أسيست في فريق الوكرة. وهنا السي بي 14 نقطة ب4 ريباوند. إذن هما مقياس الفريقين. سي بي ليناردو معدله 10 نقاط حتى الآن 14، إذن هو اليوم يؤدي مباراة استثنائية عزيزي المشاهد صانع الألعاب. الحاج عمر وان ان وان، البحث، الباصة بطريقة يا رب تروح لصاحب نصيبها، باصة مجهولة الهوية ولكن وصلت في الأخير. أما الكرة خرجت الآن لمصلحة فريق العربي، تصويبة من الحاج علي صالح، ولكن هنا عمار فيلادا التحذير في التمثيل أو الفلوبينج أشار إليه. إذن القادمة تكنيكال فاول لمصلحة الوكرة، لمصلحة الوكرة. جوشا لم يكشر عن أنيابه بعد، لاعب رائع، 24 نقطة هو معدل جوشا حتى الآن، 7 نقاط، لم يقدم المطلوب حتى الآن، ولكن الزميل جمال أو جميل بروكس يقدم الأروع ب13 نقطة.
وهنا الانسايد لعبد الله الهوك شوت يقابل هنا ب المتابعه الفاست بريك وها الحاج علي صالح والخطا الشخصي على عمار. هنا الاوفنسيف فاول والتعادل من جديد. مباراه التعادلات 35 الى 35، مباراه فعلا لا نعلم الى اين تذهب عزيزي المشاهد، ولكن ما نعلم الان نحن الى الوقت المستقطع، ومن ثم بمشيئه المولى نعود لاستكمال اخر دقيقه ونصف في هذا آخر دقيقتين عزيزي المشاهد في نصف شوط نهاية الدور الأول من الدوري القطري 2018-2019، دوري غير معلوم الهوية، دوري الدور الثاني فيه الكثير عزيزي المشاهد. بال35 الفرقتين متعادلين مرة أخرى دقيقة ونصف عزيزي المشاهد، وعقب نهاية الفترة هناك اللقاء والتحليل الفني مع كابتن بسام كحلة والكوتش قصي حاتم وظهور أول لخالد رشدي والدرايف الخالد والحصول على الخطأ الشخصي. لابد من استخدام خالد طاقة كبيرة في الدفاع، وهنا محمد إيهاب ونزول لمحمد إيهاب جلال بديلا عن أحمد الدرويش. مرة أخرى خالد قصيرة بروكس والطيران من بروكس. مرة أخرى الدقيقة الأخيرة محمد إيهاب والسلة هنا عرفان مرة أخرى التصويبة لمحمد والمتابعة هنا لخالد سلام. 35 نزول لخالد رشدي، محاولة لخالد، خالد سليمان القطار يطالب بالخطأ، ولكن هنا جوشة الاختراق. أخيرا جوشة، لم يعمل جوشة حتى الآن. مرة أخرى سامعين التعليقات، معانا كوتش قصي حاتم وكابتن باسم كحلة، ومعاكم بعد بسام كحلة بيزعل لما أقول له باسم عشان كان عندي زميلي باسم. بسام كحلة 35 لكن هنا جوش التقدم وكراوي ولا تذهبوا بعيدا، انه حديث الفنيات حديث التحليل والتحديث عن الدور الاول بالكامل وليس عن هذا اللقاء، عن الدور القادم
والدور القادم ولا تذهبوا بعيدا 23 ثانية والحديث الممتع بإن شاء الله كابتن بسام كحلة وكابتن قصي حاتم هنا لقاء 37 وكرة 35 عربي عزيزي المشاهد خلاص خلاص الثواني الأخيرة لاست تراي ولاست شوت والمحاولة سي بي الانسايد بوم 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 دنك على طول من ويليام نهاية رائعة بهذا الاختراق من سي بي وهنا ويليام بيرد يحصل على الكرة بأسيس رائع ومن ثم الدنك ونشوف هنا جاسم بيقول ايه هل في اند وان ولا ايه خلاص نهاية للشوط نهاية للفترة أم هناك قرار آخر نهاية للفترة سلة دنك نظيفة بلا أخطاء إذن عزيز المشاهد التعادل مرة أخرى هو سمة الفترة الثانية من هذا الشوط الأول 37 الدو جيم والكلوز جيم هو المتوقع في فترة ثالثة فترة رابعة بمشيئة الله والآن الحديث مع الكابتن بسام وكوتش قصي بمشيئة الله فلا تذهبوا بعيدا والتحليل الفني للقاء شكرا كابتن اشرف توفيق ودايما تحليل دايما اذاعه متميزه ومعانا دلوقتي الكوتش قصي حاتم طبعا احنا فرحانين جدا ان انت معانا كوتش وسعداء للغايه ايه رايك النهارده طبعا انت لسه طالع من الجيم النهارده والف مبروك نبارك لك على جيم الاهلي وانت الفرقه جايه بتطلع ستيب باي ستيب وان شاء الله انت طبعا اصابات كتير وناس كتير ضاعت منك من الفريق ودوري من غير غرافه ملوش طعم يعني احنا بنقول كده الفرق فيه بالخير اكيد بس كنا عايزين المنافسه تبقى اشد كوتش انت النهارده شايف المباراه دي مباراه صعبه وانا شايف انها ايكوال جيم تايت جيم لان كل فرقه مغلوبه ثلاث جيمات واللي هيتغلب النهارده هيبقى الرابع بالنسبه له فانا شايف ان الاثنين مدربين محضرين كويس قوي الجيم سكور قليل قوي ديفنس عالي تحليلك ايه للكوتش للمباراه ورؤيتك ايه للمباراه الاول شيء الفرق اللي هي تقاربت على الفاينل فور يعني اذا بنشوف السد والشمال يمكن مرتاحين اكثر فرق تقريبا حطوا خطوه كبيره يعني للمربع الذهبي العرق وقطر تقريبا هو الاقرب يعني بالمرحله الاولى خسر بس ماتشين خسارتين فالعربي والوكره اليوم المباراه مهمه لانه بعدد الخسارات يعني الوكره قدر يربح السد بس مش بدري قوي كوتش دلوقتي يعني هو بدري بس اكيد لانه لما في فرق اربعه او ثلاث فرق او اربع فرق متقاربه بالمستوى او حتى المباريات كلها يعني ممكن انت تعمل خطوه ناقصه مع اي فريق خلال الراوند البطوله بتاثر عليك عدد الربح والخساره بيفرق بالاخص لما بالفرق اللي هي بتنافسك يعني لانه يمكن انت حتى فرق السكور بينك وبين الفريق اذا صار في تعادل بعدد الخسارات والربح يكون موجود مباراه اليوم يعني بداوا العربي بشكل كثير منيح كانوا متقدمين 10-0 تقريبا بالفعل لا وصل الفرق حتى اكثر من من 10 نقط اليوم الوكره عم يلعبوا يعني اوفنسيف لكتيم وورك يعني حتى اذا بنشوف السكور تقريبا متوزع على كل على لعيب. كل الفريق بينما العربي بعده اللعيبه اللي هن بيسجلوا سكور يعني محصوره بين لسه خالد هو المؤثر صحيح خالد عم بيكون اليوم حتى صانع الالعاب كان افضل يمكن من المباراه السابقه مع فريق مع نادي قطر تركيبه النادي العربي السنه اختلفت يعني هذيك السنه كنا نشوف مثل تالا ورجدي واللاعب الفلبيني كان عنده مؤثرين جدا كبير وكان عم يلعب وقت اكثر السنه بقدوم علي الحاج خف الدور واستقدم صانع شايف ان دقيقه انا شايف انها نقطه سلبيه ولا ايجابيه يعني اكيد شوف هي كل فريق بده كمان بده وقت يعني انت عم تغير تركيبه معينه يعني لما بتجيب لاعب بحجم اكبر من لاعب كان عندك سابق فاول شيء اللاعب اللي كان يلعب يعني مثلا رجز هذيك السنه كان يمكن يلعب اساسي حتى تالا كان يمكن هو صانع الالعاب الاساسي اللي كان يتحمل الضغط لما بتجيب لاعب انت لما بتزيد لاعب
خبره او لاعب من السوبر ستار اكيد حيتاثروا اللعيبه. فكل هيدا الوقت لانه اللعيبه اوقات ما بيتقبلوا الدور، يعني لما كان عنده دور معين خف الدور تبعه وبيحس حاله، يعني لما بيلاقي حاله مع الفريق، يعني بالنهايه اللعيبه كلها بدها تفهم انه بده يلعبوا للفريق، يعني وكل واحد الدور اذا قل او كبر، يعني بالنهايه المباريات يمكن علي الحاج في بعض المباريات ما بيكون مؤثر، يمكن رجله بيكون مؤثر اكثر. فهذه كمان بدها شايفين النهارده ابتدى كابتن حاتم يدفع برشدي، ودي برضو بقاله كتير ما لعبش. ما هو هذا اللي عم بحكي، يعني بيجي وقت انه كل لاعب، يمكن انت اللاعب لازم يكون حاضر على طول ولازم يتقبل اي دور ياخده، لانه مهمه اللاعبين لازم تكون هيك. احنا شوي ثقافه اللعيبه بعض الاوقات انه ما بيفهموا هيدا الدور، يعني كان هيديك السنه يلعب 40 دقيقه، في السنه اذا ما لعب 40 هو عايز يلعب، في شيء غلط عايز يلعب، او في شيء هو دوره وهو في شيء ضده صحيح. فالاوقات بتتقسم، لانه بالنهايه المدربين او الجهاز الفني بده مصلحه الفريق، وبده يعمل على اللي هو شايفه صح. يمكن اوقات ما بتكون فعاله كثير، واوقات بتكون. وبالنهاية كمان لعبة كرة السلة يعني بتتأثر، يعني يمكن أوقات بيكون عندك لعيب فريق كتير قوي ما بتعمل فيه نتائج كبيرة، وأوقات بالعكس بيكون عندك 5 لاعبين بيكون فيه تجانس منيح معه، توصل لمحل ممتاز تقدر تقييمك يا كوتش. النهاردة احنا شايفين الشمال والسد على قمة الدوري، كل واحد فيهم مغلوب مباراة واحدة، هل هيستمر ده في الراوند التاني، ولا شايف ان الفرق هتبتدي تعدل أوضاعها وهتبتدي تقفل مفاتيح اللعب بتاعت الشمال والسد وتبتدي تعمل عليهم كنترول؟ لان طبعا دي يعتبروا من اللعيبه الجديده اللي موجودين في الدوري، يمكن باستثناء حراس ودومينيك، لكن جايبين دول تجربه. النادي الشمال جايب 2 من اوكرانيا من جورجيا ولعيبه منتخب، والسد جايب من صربيا. فالمدرسه الاوروبيه هل متفوقه دلوقتي على المدرسه الامريكيه، ولا وجهه نظر حضرتك ايه؟ شوف، هو الفرق يعني انا قلتها هذيك المره انه انت قد ايه بتحضر منيح، قد ايه بتوصل على المنافسه. يعني شفنا السات حضروا بفتره طويله قبل الموسم، الشمال حضروا من هيك، هن بدوا بدايه جيده. يعني حتى بعتقد العربي، يعني العربي حتى اشتركوا بالبطوله العربيه، شارك في البطوله العربيه صحيح. الوكره كمان حضر بشكل كثير كبير، يعني لعبوا بس خدوا منهم لعيبه المنتخب كوتش صح. هو هذا، يعني اوقات اللاعبين اللي عندهم، هذيك السنة أنا أكثر واحد تأثرت فيها لما كان يكون المنتخب عم يشتري. بالضبط، لما بيكون عدد عندك أكبر عدد من المنتخب بتكون أنت أكثر فريق متضرر، لأنه لعيبة المنتخب حيتغير عليهم كل شيء، وكمان الفريق ما بيتمرن بهيدي الفترة لأنه بالزبط. عدد كبير راح منه. فالتحضيرات اللي صارت، يعني مثلا الشمال بدوا بداية جيدة بأول أول الموسم، يعني يمكن قطر أول مباراتين صار عنده مشاكل مع لاعب اجنبي، بينما رجع ربح 6 مباريات. انا بس نقطه الاستفهام هنا كوتش، كان جايب حسينو وابتدى يبقى بيلم الجيمز وبتاع، غير حسينو فجاه، ايه يعني هذا الشيء راجع عن المدرب؟ انا بتقول لي انا بعتقد حسينو انقذهم، يعني بالاخص بمباراتنا والمباراه اللي بعدها. احنا بالنهايه هو الجهاز الفني، وجهه نظر الجهاز الفني، يمكن عنده نظره اكثر، يعني ما هو أضرب فرقته صحيح. أكيد الأمور الفنية هذه مختلفة. فأدي كان في تجانس بالفرقة، لأنه إحنا كتير بنحكم أنه كم لاعب، يعني الورق حياته كله، يعني لما بنحط الورق بيأثر، يعني ما بيأثر، بس على الأرض غير، الأمور مختلفة. يعني على الورق إذا بنحط أنه أحسن فريقين الشمال والسد، بس ممكن السد يمكن ما يعمل فاينل فور، أو الشمال ما عمل فاينل فور، إذا يمكن اجته إصابة لا قدر الله، أو إيه، أو حتى أنت عندك هلأ عامل التعب، لأنه عامل التعب هلأ حيأثر كتير. يعني أنا هديك المرة ولا عملك إياها، يعني إحنا كمدربين هلأ صرنا عم نشتغل على الريكفري أكثر ما نشتغل على الريكفري، يعني كله بيعمل ريكفري. يعني خلصنا المرحلة الأولى، يعني بعد مع الوكرة يمكن قبل يومين او العربي، يمكن نلعب معهم بعد يومين ثلاثه مع الوقت، وبعدين يمكن الراوند الثاني داخل على طول يا كوتش. صح، داخل مباريات هتبدي 3 على طول، قلت له راحه بكره بس ترجع تفوت المباريات. فهون بيأثر كثير اذا كان عندك لاعبين، مش بس عدد لاعبين يعرفوا يتأقلموا، لانه اوقات عندك اللاعبين برات الملعب قد ايه بيكونوا محترفين، يعني قد ايه يكونوا بروفيشنال، مهم كثير انه حتى يساعدوا حالهم ويساعدوا الفريق اللي حافظوا على حالهم. بس في لاعبين مثلا ما بتحافظ على حالها برات الملعب، يعني
مثلا اليوم بيسهر او ما بيروح يعمل حديد او ما بيعمل تلج او ما بيروح يتعالج من الاصابه، هذا حيأثر عليك خلال المباريات. هاي الشغله والضغط قد ايه في، يعني في فرق تتحمل ضغط، يعني ممكن تخسر هي بس تقدر تطلع من الخساره، في فرق ما بتتحمل يمكن الخساره والضغط، يعني ما بتشوف حالك انه في لاعبين حتى ما بيتحملوا الضغط، يعني من مباراه لمباراه ببلش مستواه ينزل، مش يعني حتى القرارات عنده خلال المباريات، حتى بيصير يعني المعنويات او الكونفدنس تبعه بتنزل، هذا كله بيتاثر بتاثير اللاعبين قد ايه بيتحملوا ضغط، قد ايه بيكونوا بروفيشنال على حالهم، يعني قبل الفريق قد ايه يبعدوا كمان الاصابات عنهم، يعني في لاعبين بيعرفوا مثلا يقدر يلعب 40 دقيقه، بيقدر مثل ما بيقولوا يرجلج حاله على 40 دقيقه، بيقدر يلعب يمكن 3 مباريات في الاسبوع، في لعيب يمكن ما بيقدر يلعب. بس كوتش الضغط ده صعب قوي على اللعيبه، يعني شوف هو صعب كثير، لانه يعني انا بقول لك اول شيء يعني مثلا احنا كل فريق تقريبا كل الفرق يعني عندك معدل 3 لعيبه ل 4 لعيبه بيلعبوا 40 دقيقه بالمباراه، كان مظبوط و40 دقيقه بالمباراه، يعني هلا مثلا احنا المباريات يمكن بعض المباريات كان فيها فرق او تقول هذا الفريق عم يلعب باريحيه على الفريق الثاني، بس كل المباريات يعني لما بيكون في 3 اجانب مع لاعب منتخب مع مقيم حيضل التنافس. اشرت النقطه مهمه جدا لاي لو لاعب اصاب يعني تتغير النتيجه كمان، اذا فتت انت بتتاهل تبديل الاجانب، يعني هذه كمان بتاثر كثير لانه انت ما عندك وقت بعد حظر، يعني مثلا انت مش عندك بريك او عندك بين مباراه ومباراه مش قادر تصلح الاوفنس ولا الديفنس بتقدر تحافظ بالسيستم الفريق، فالتغيير اوقات كمان انت تضطر تغير لانه عم بمستوى الضعيف للاعب الاجنبي او يمكن اللاعب ما انسجم معه. يمكن السنه اللي فاتت حضرتك كنت شفنا ان الفرق كان في سيستم اوفنس سيستم ديفنس، مدربين كتير جدا اشتغلت ومدربين عملت شغل جامد قوي، ولقينا المنافسات كانت يعني كانت بتروح ما بين الغرافه ما بين قطر ما بين العربي ما بين، كان في منافسه مشتعله جدا حتى في الكاسات حتى في الشغل عالي قوي، يمكن ده كان مدي براح للفرق ان ثلاث محترفين يلعبوا. السنه دي احنا شايفين العمليه مش بنفس قوه السنه اللي فاتت، يعني احنا شايفين في مباريات في نديه في جيمز في شغل في، بس انا شايف ان من وجهه نظري يعني الشخصيه ان كله فري بلاي، يعني انا مش شايف سيستم، يعني احنا عم نحاول، انا مثلا عم بحكي عن فريق بالظبط بحاول قد ما في انه خلي الامور يعني بسيطه ما اعقدها، يعني اذا بدك تعقد العمل مع اللاعبين هذا بدك شغل فيه، يعني انت لا تحضرت بشكل طويل، يعني حضرت فريقك بشكل طويل ولا لعبت مباريات وديه ولا عندك حتى عدد كبير ممكن، فبدك تخلي الامور يعني ده مأثر على الدوري كتير، هو انتبه بتاثر، انا عاملك انت مثل ما قلت، يعني انت اذا بتقلي مستوانا المستوى المنافسه منافسه، بس هل في مستوى فني عالي؟ للاسف ما فيش، يعني من وجهه نظري لانه مثل لكن ما قلت في منافسه، يعني في بعض المباريات عم توصل على 90، يعني في يعني هلا اليوم مثلا احنا بهاف حطينا 50 نقطه او 40 نقطه، اليوم الثاني هاف يمكن نحط 20 نقطه، اوقات بتوصل على يعني وصلنا جيمات على 100 نقطه و95 نقطه بخمس لعيب مش ب عراك. وجهه نظرك ايه في الراوند الثاني، انت شايفه ازاي بصفتك موجود جوه الملعب وجوه شايف التكوينات الفرق، في فرق كتير هتبتدي تغير محترفين، في فرق كتير هتبتدي تعيد ترتيب الاوراق، انا بعتقد يعني اذا بدنا نحكي بالفاينل فور، يعني انا من اول يوم قلت السد والشمال هولي لا سبب، لأنه يعني عندهم لاعبين عندهم الخبرة وعندهم القدرة يقدروا يحافظوا على هالشيء، يعني بيقدروا يتحملوا ضغط إذا بدك كلاعبين أجانب منتخبات معهم لاعبين محلي، وعندك لا فريق العربي وقطر والوكرة يعني هن الأقرب كمان للفاينل فور، ولنفس السبب يعني يمكن الوكرة هلأ شوي عم بيمر بتغيير أجانب، الريان لو رجع له موسو وعبد العزيز مصاري بعيد كبير، يعني أنت بدك تشوف يعني ما بعرف حتى الريان إذا بده يربح كل مبارياته بالمرحلة الثانية يمكن ما يقدر يفوت كبير على صعب الفاينل فور، يعني صعب. هو هذا اللي عم نحكي عنه، هو هذا مش أنا قايل المثل، يعني ما بحياتك تحلم بالبطولة إذا ما حضرت منين، المنافسة ما بتجي اليوم هو ما فيش بتحضر ليها معك مباراة مباراتين، التحضير كثير مهم، يعني وبقول لك اياه انا مع الاسف يعني احنا ما بنحضر منه،
كوتش انت يعني برضه تقريبا 3 4 الفرق ما بدي اقول فرقه الغرافه في خالد مشي ما حدا بتحضر عماره ما بتحضر رحمن يعني انت لما تفقد ثلاث عناصر من العناصر الاساسيه للفريق عشان تعمل ريبيلد للفريق ثاني دي عايز وقت كبير صح ما هو بس انت يعني انت لما بتعمل يعني انت اذا كان عندك فريق جاهز ممكن ياخذ تحضيرك اقل وقت يعني اللاعبين مثلا ما غيرت كثير المدرب نفسه والسيستم نفسه يمكن في تغييرات بسيطه الاجانب يمكن ما تغير كثير اللاعبين بيلعبوا بالمنتخب حاضرين نوعا ما فيمكن تحضيراتك هو اذا كانوا اسهل بس انت بالعكس اذا بتعمل فريق جديد بتحضر اكثر لانه يعني عندك لاعبين اول شيء ما لعبوا مباريات فيش خبره ما عندهم خبره المباريات وما عندهم خبره الباسكت بول يعني نولج الباسكت بول ما فيك يوم وليله بتعطيل سقفه الباسكت بول طويله بدك وقت كثير فهول اللي هن بدهم تحضير اكثر نرجع لمباراتنا بقى دلوقتي ما بين الشوطين لو انت جوه اللوك روم هتوجه ايه لفرقه العربي لو ما كانش كوتش حاتم هتوجه ايه للفرقه العربي ولو مكان ايهاب جلال دكتور ايهاب جلال هتوجه الوكر ركلا اول شيء خلينا نشيد بمحمد الكوتش ايهاب يعني اول مره بيلعب انا اول مره بشوفه بيلعب وبحييه يعني لانه ابنه لكابتن ايهاب ابنه يعني ابنه اول مره ينزل الملعب ربنا يوفقه ان شاء الله ربنا يوفقه لكوتش ايهاب الفريقين لك انا بقول لك اياه يعني بالفعل انا برفع القبعه على لكوتش حاتم يعني بالظروف الصعبه سواصل النهارده يعني راح على تونس ورجع وعم بيقدر يعمل كنترول على الفريق وعم بيقدر يعني يركز بالجيم من المطار على الجيم على طول بالفعل ومع الستاف الفني تبعه اللي قدر كمان يلم الفريق يلم الفريق ويشتغل المباراة يعني هي كلوز جيم من أساس من أول للآخر دفاعيا مقبولين يعني مش كثير الماتش اب قريب تقريبا على بعض يعني إذا بنشوف اللاعبين بالفريقين ما في كثير مس ماتش بيناتهم والفريقين بيلعبوا كمان بسيستم هجومي يعني لازم الكرة يمكن 5 on 5 أي يعني أكثر من ما أنه يعني ترانزيشن قليل لأشوف بالجيم حتى يعني ما كثير بيميلوا للواحد على واحد بسيتويشن معينه في عندك لاعب عنده خبره كبيره مثل خالد بفريق العربي وعندك كمان عرفان بيلعب بخبره يعني صح يمكن ما بنشوفه مسجل نقط بس يكون فعال وليدر بفريقه ترجع هي عمليه الاجانب قد ايه لانه في الاجانب الوكره اوقات بياخذوا السجل مستعجلين فيه عكس اجانب العربي اللي عم بيكونوا يعني اكثر يعني اكثر هدوءا بالمباراة يعني ويل ما بيشوفوا ياخذ تسديدات او ديسيجن دفاعيا او هجوميا مش كتير تتوقع كتير مين يكسب كوتش يعني ما يعني ما نقدرش يعني بعتقد شوي يعني بعض شوي برسنتج للعربي اكثر شوي برسنتج للعربي طبعا احنا بنشكر كوتش قصا حاتم على التواجد معنا وده كان شرف كبير لينا ويعني شاكرين ان انت متواجد معنا دايما ودايما منور تحيه على فكره تحيه للقناه أكيد. يعني يمكن احنا اول مره قلنا هذه القناه صارت باول من اول الموسم اول جولدان وهلا صار في قناه بالانجلش على طول يا رب من تطور لتطور ان شاء الله شب حب وهذه كمان الماركتنج اللي عم نعملها يكون عندنا مستوى فني يا رب عالي حتى أكيد. نقدر عشان الناس تقدر تتابع وتشوف بتاع نشكر كوتش قصاي حاتم مدرب نادي الغرافه وبننتقل دلوقتي للمعلق المتميز كابتن اشرف توفيق لاذاعه الشوط الثاني من المباراه بالتوفيق كابتن اشرف شكرا كابتن بسام منورنا كوتش قصاي حاتم وبسم الله وعلى بركه الله الشوط الثاني من المباراه المتكافئه الإيكوال جيم 37-37 هي نتيجة الشوط الثاني واستمتعنا بالحديث والتحليل والآن يا رب نستمتع بالمباراة تكون ممتعة وتكون سجال بمستوى فني يليق بطرفي نهائي النسخة الماضية من الدوري وآخر نهائي لكأس سمو الأمير الموسم الماضي كان الفريق العربي وفريق الوكرة هما فريقي الختام والنهائي أصحاب التتويج والمركز الأول والثاني إذن هما كانوا قطبي الدوري الموسم الماضي لكن حتى الآن نبحث عن التألق عن المتعة
وهنا سي بي والتصويب من الوضع طائرا هذا المحترف الجديد في صفوف فريق العربي. تم دعم فريق العربي وتجديد وتبديل المحترف. وهنا تيرن اوفر كما بدأ الوكرة ولا ايه الفترة الاولى. هنا خالد رشدي كنا بنطالب به في الفترة الاولى والثانية، وبالفعل جاء خالد رشدي، واعتقد بيكون لي دور على الاقل دفاعيا وفي الترانزيشن في صفوف العربي. التايم خلاص، الله عليك يا سيدي، على طول صوبها بثلاث نقاط. اليوم مباراة استثنائية عزيزي المشاهد لهذا اللاعب البحث عن المقعد الرابع، المقعد الشرفي، رغم ان الفارق القليل في النقاط نقطة وحيدة بين كل مركز ومركز. يتسيد هذا الموسم الزعيم السداوي العادة من جديد ويتصدر الدوري، ويلاحقه الشمال المدجج باللاعبين المحترفين. وهنا سي بي، الإشارة هنا مع سليم الرجحي للخارج، أكيد متراهنين على عدد ثلاثيات، بيقول له أربعة. هنا عرفان والحصول على الخطأ، يزن وسليم الرجحي في إشارة لصانع الألعاب سي بي مساعدي مدرب كوتش حاتم. وهنا التشكيلة العربية في المدربين موجودة في الفريقين، إنه لقاء بإدارة فنية عربية عربية. هنا الدكتور إيهاب جلال في الوكرة، وهنا كابتن حاتم مملوك في تونس، وعرفان على التصويب. نستكمل معاكم، قطر هو في المركز الثالث بعد السد والشمال، يليهم على طول من هنا رابع من خامس وخالد. وبالذكر بالذكر خالد سليمان، أحلى المواسم مع نادي السد اللي أعاد تشكيل فرقته من جديد. هنا كان عامل مهم في الفوز لفريق العربي، وعرفان أيضا في فريق الوكرة. إذن الدوري جميع الفرق قريبة المستوى، قريبة النقاط، الأمال للجميع. عرفان يذهب هنا البحث عن مركز رابع، يليه خامس من يخسر المباراة، بينما يتربع الغرافة في مركز سادس. ليس كالعادة للغرافة، ولكن هي سنة الحياة. يأتي بعد الغرافة مباشرة الأهلي، من الفرق المميزة، خسر في نهاية لقاءات عديدة. يليهم الخور الرائع بأقل عدد لاعبين وبإدارة فنية مميزة من كوتش الزاهر. وفي الأخير وليس هو الموقع الطبيعي للرهيب الريان، ولكن عاد في آخر مباراة، قدم ما ينبئ عن دور ثاني. أعتقد الريان، أعتقد الأهلي والخور، حتى لو مش هيكونوا ضمن الأربعة، مباريات الفرق معاهم من يخسر منهم هو اللي هيبتعد على المربع، غير اللقاءات المباشرة ما بين السد والشمال وقطر والوكرة والعربي وأكيد الغرافة. لكن باقي الفرق مش هتكون في موقف المتفرج، هذا هو اعتقاد شخصي. ممكن أي فريق من اللي بينافس يخرج برا المربع في الدور الثاني من هذه اللقاءات التي يعتقد إنها سهلة. ولكن نعود للمباراة، 45-40، الفاصل خمس نقاط عربوية. أصحاب الزي الأحمر، مالك سليم على التصويب، خالد سليمان، محاولات خالد، الوقوف على الكرة، تيمبو المباراة مع خالد، تيمبو العربي مع خالد. ويليام بيرد، أين الطائر بيرد للدوري اللي ماضي؟ لسه ما وصلش، مش هو ده ويليام. هنا بروكس في هجمة عنترية، يفضل الوقوف. صح يا بروكس، لازم يقف بروكس على الكرة. المباراة لازالت بعيدة كل البعد عن الإنهاء لأحد الطرفين، حتى تقدم العربي لا يشفع له، لأن الوكرة عنده المزيد. أنا شايف من هنا عرفان بيزك، عرفان لا يجري بشكل سليم، هناك أعتقد يمكن إصابة أو إرهاق خفيف عند عرفان. هنا عمر سيك دائما متألق، لكن هنا
الكرة أخيرا لمصلحة جوشا. جوشا لسه عنده كتير، هو جوشا القطار السريع. جوشا حتى الآن لم يقدم المطلوب منه، لماذا؟ جوشا له معدل كبير في النقاط وفي الأداء في المباريات السابقة، حتى الآن لم يصل لهذا المعدل. 24 نقطة هو معدله، والستة متابعات حتى الآن، متابعتين وتسع نقاط، لسه جوشا عنده كتير. أعتقد هو اللي هيفرق مع الوكرة. وهنا خالد الباصة السحرية، الباصة الحريرية على طبق من ذهب إلى تسجيل ونقطة جديدة، والفارق يعود إلى خمس نقاط، والمتبقي خمس دقائق ونصف. مالك على الإطلاق أون فاير، لكن لسه لم يصيب الهدف. محمود عبد لطيف مساعد المدرب للدكتور إيهاب قام مع الشوطة، نفسه يكتبها في الاستاتس اللي على إيده. الكرة محتارة، لكن ويليام ريحها، خلص الكرة بالفولو ويليام بيرد. خمس دقائق منتصف فترة ثالثة، مباراة سجال 49-42، الفارق سبع نقاط، متبقي أقل من خمس دقائق على الفترة. الجميع يتابع، الجميع ينتظر. هنا الترانزيشن، الله الله الله، دي مش كورة، دي مزيكا. الباصة جميلة من ويليام بيرد بال 360 درجة، خالد يلف ويرتكز ويبقى. شكرا، ثانك يو، سوري. شكرا لرجال الكاميرا، بالفعل بنشكرهم، بينقلونا التايم اوت لايف. عدنا أعزائي المشاهدين، وتصويب جوشا الغير ناجحة. خالد مرة أخرى، 51-42، التيرن أوفر، لا هو الستيل من بروكس. بروكس صانع ألعاب فريق الوكرة، بديل لدريوس أو دي أولدهم الذي مثل فريق السد الموسم الماضي، استعان به فريق الوكرة هذا الموسم، قدم أداءات جيدة، ولكن الإصابة تحرمه من استكمال الدور الأول، فتم الاستعانة بخدمات بروكس. جيد نسبيا سي بي. هنا جاسم نظر، شاهد لمس الخط من صانع الألعاب لفريق العربي سي بي. هنا بروكس الستيل، وبيرد وسي بي وبروكس، وهنا لكن بعد كفاح مرير، بعد ماراثون والإشادة من كلا الفريقين بالاثنين صناع اللعب، الإشادة بهذا المجهود الوفير، الروح العالية، هنا يظهر الإصرار على الحصول على نقطتي المباراة. التواجد في المربع هام جدا. هتقول لي لسه مربع ايه يا راجل، ده احنا في بداية الدور. لا، لازم من الأول، لازم الناحية المعنوية
بتفيد الفريق كثيرا، ولكن الفارق ليس بكثير، فارق نقطة وحيدة ما بين الأول والثالث، نقطتين ما بينه وبين الرابع. إذا لسه بدري، والدرويش لسه ما مشيتش مع الدرويش. عمر سيكا مرة أخرى، مرة أخرى خالد، خالد خالد والاختراق نط المرة دي، لكن هنا خالد رجي مرة أخرى. خالد رجي لازم تهدى يا خالد، خالد سليمان هيصوب أعتقد، لما بتقفل بيصوب. هنا سي بي، لكن المتابعة لسولي، سولي على المتابعة. ومرة أخرى المحاولات، الدرويش، الباس، بروكس، بروكس، الدفاعات قوية، وعرفان بياخد بوزيشن، بروكس على هنا سولي، سولي البيس لاين بلوك شوت على طول دي أولدهام، ونقل الملعب خالد، خالد لكن فضل يبصيها، مش بسطك دي يا خالد. مرة أخرى بروكس هيقف ولا يكمل الباس للقطار سولي، لا يا راجل مش عاوزين قطار. حاتم مملوك يشير للاعبين بالهدوء، اللعب السيك بلاي مخ، لكن ده مش سيك بلاي، ده سليبينج بلاي. الثانية 15 من هجمة، والحكم اليوناني قال لهم هدوا، هديوا زيادة، ومخالفة الثمان ثوان لمصلحة الآن فريق الوكرة. الوكرة أحمد الدرويش، البحث عن جوشة، جوشة فين؟ معدل 24 بونت يا جوشة، 12 بونت حتى الآن، لكن لسه فترة. جوشة سمع أهو، جوشة صوب أهو، لسه متوقعها وجات لي جوشة على طول، لكن في اللوحة لكن المهم بثلاث نقاط، 51-45. ويليام، ويليام لعبته الهوك على اللوحة، ويليام أقل من المستوى الماضي أكيد، من الموسم الماضي. الخطأ على خالد سليمان، لما بيشتغل جوشا بيكون هناك أداء مختلف. هذا لاعب أؤكد أنه ترمومتر فريق الوكرة. سولي اليوم خارج التركيز. أعزائي المشاهدين، المباراة متقدم حتى الآن ب 51-45 لمصلحة العربي، متبقي دقيقة 23 ثانية عزيزي المشاهد، والفارق 6 نقاط على نهاية فترة ثالثة، نهاية فترة ثالثة متكافئة. المباراة بين طرفي نهائي الدوري الأول والثاني، طرفي كأس آخر بطولة الأمير، ولكن من الواضح السد غير هذا الموسم، الشمال مختلف هذا الموسم. قطر يحافظ على التواجد، الغرافة بعد شوية لكن يمكن يعود في الدور الثاني. الأهلي مميز لكن لا يفوز، هو والخور. الباص رشدي، يا رشدي يا سلام يا خالد، يا رشدي، خالد رشدي، والتسجيل أولى نقاط اليوم. خالد بيده اليسرى، جوشة مهمة خاصة لخالد رشدي مع جوشة، فرق خبرات، فرق أحجام، التصويبة، لكن البادلك هذا خالد، هذا اللعب خالد. 44 ثانية، 7 نقاط هي الفارق. العربي خالد رشدي مرة أخرى، خالد والاختراق، الكيك أوت، دفاعات وكرة قوية، تصويب جامب شوت. إذن خالد رشدي يسجل آخر 4 نقاط. خالد رشدي لازم استخدامه، لاعب هام جدا في صفوف العربي، بدأ فعلا العودة للعب من جديد لمصلحة فريق العربي، له دور كبير هو وكريستيان. كنت بحكي مع حضراتكم في الفترة الأولى، والبلوك شوت هو ترانزيشن ثانيتين،
ثانية بعيدة المدى في الشبكة لكن من خارج الشبكة. عزيزي المشاهد، نصل لنهاية الفترة 10 دقائق وينتهي الدور الأول 10 دقائق ويتم ترتيب الفرق ونعلم ما هو ترتيب الدور الأول لدوري 2018-2019. إذن فارق 9 نقاط لمصلحة العربي ولازال المباراة فيها بقية. نستمع للتعليمات ونعود إليكم. عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال هذا اللقاء، يمكن فنيا هو مش الأعلى ولكن حماسيا تكافؤ، الجميع يتابع اللقاء لأن سيتم تحديد الترتيب للدور الأول، ترتيب الفرق. بالفعل خالد رشدي على إدخال الكرة لسي بي عزيزي المشاهد، والمحاولات مرة أخرى الكات من خالد، وهنا عمر سك الخطأ الشخصي الأوفنسيف فاول. مرة أخرى مرة أخرى المحاولات، عذرا جوشة 55-46. عرفان يا عرفان، عرفان يعود بالوكرة، عرفان يعود بالوكرة، هل هي العودة؟ 6 نقاط عزيزي المشاهد. مرة أخرى العربي يحاول الهجمة، إذن الوكرة يعود، الفاست بريك ترانزيشن، البلوك شوت، وهنا في الأداء الكرة، إذن بلوك شوت سليم والتايم أوت بالسرعة للعربي كما توقعت عزيزي المشاهد. لازم على طول حاتم مملوك، هذا الطوفان زكي حاتم ما استناش بداية فترة، كان ممكن الوكرة يعود. 55-49 هنشوف تعليمات حاتم مملوك عزيزي المشاهد، ووقت مستقطع سريع، لا تذهبوا بعيدا، قلت لكم
عدنا للقاء لقاء العربي والوكرة ختام الدور الأول في دوري نسخة 2018-2019. السيبي خالد سليمان ويليام بيرد مباراة كلاهما يريد من الأول يقول أنا الأقوى أنا الأقوى. هنا الفاس بريك والسلة والأند وان. إذن هي عودة الوكرة، عودة الوكرة عزيزي المشاهد. الخطأ الثاني على خالد رشدي، ما أدي أداءات جيدة هذا اللاعب في الموسم الماضي، بل اعتمد عليه في المنتخب الوطني الأول. مرة أخرى الوكرة في طريق العودة للكامباك، وسولي، وهنا العرفان جوشا والدرايف كيك أوت، عرفان الفيك المرة أخرى لبروكس، بروكس صاحب اليد اليسرى القصير المكير صاحب التمريرات الرائعة، ولكن خالد سليمان يفضل الهدوء، يفضل الانتظار والتمريرات الانسايد. مرة أخرى خالد سليمان على التصويب ينجح. خالد سليمان كابتن كبير في النادي العربي، لاعب هام جدا من تشكيلة ذهبية، تشكيلة كأس العالم، تشكيلة ثالث أسيا 2010، تشكيلة الفوز بالبطولة العربية، وفاز بالبطولة الخليج مرتين مع فريق السد، وعرفان أيضا من هذه المجموعة. المجموعة أهو أهو عرفان، هنا خالد وهنا عرفان، ولا ننسى محمد يوسف بابيز في قطر منصور، نتمنى له العودة. الجيل الذهب مرة أخرى، التصويبة جيل ياسين إسماعيل ومحمد سليم، شقيق سليم هنا في الملعب. هذا اللاعب خالد والتسرع، خالد والتسرع، خطأ شخصي، فقد out of balance، بيعترض لأنه هو تألم من الارتطام، لأنه مع ديزل سولي الديزل قطار الأسمر. جوشا على التصويب، جوشا تقف الكرة وتغيير للحيازة. إذن الحيازة لمصلحة الوكرة من جديد. الفارق عزيزي المشاهد 5 نقاط فقط، متبقي 7 دقائق، وقطع لصافرة فيلادا الحكم الدولي. دفاعات قوية، سي بي وبروكس، جيم منفصل ما بين الاثنين صناع الألعاب. هنا الدرويش ملك الثلاثيات أحمد الدرويش، هنا درايف الكيك أوت وتصويب. أعتقد أن هنا الاعتماد على التصويبات في اعتقادي الشخصي لا يسعف. الإنسايد، وهنا خالد سليمان، يا سلام يا خالد، ده فيك مين خالد؟ فيك 3 لاعبين انه هيمرر برا، وفيكني انا كمان، ولكن عاد من جديد لاعب في منتهى الذكاء، لاعب عنده اهو قايم بيضحك، ربنا يحفظك يا ابني. الغزال خالد سليمان، 58-53، اقل من 7 دقائق عزيزي المشاهد، خلاص ينتهي الدور الاول ويعود الدور الثاني سريعا. الاثنين بكرة يوم بريك طبيعي، الثلاث بمشيئة الله يبدأ وتصويبة، لكن خارج الملعب. الفارق 5 نقاط، المتبقي 6 دقائق 40 ثانية. خالد سليمان الوحيد في الملعب، خالد دبل دبل 12 نقطة، 11 متابعة. هنا في الجهة الأخرى هداف فريق الوكرة كولن من بروكس،
وجوشا لكلاهما 15 نقطة، لكن جوشا دائما ينهي بالكثير. هنا الدرويش على الإطلاق، الدرويش on fire كالعادة. أحمد الدرويش لسه بقول لحضراتكم ملك الثلاثيات أحمد الدرويش. هام جدا لما يكون عندك لاعب المحلي المواطن ويجيد التصويب بهذه الطريقة. خبرات كبيرة لأحمد الدرويش يفيد فريقه. ربنا يحفظك يا أحمد، بيسجل في أوقات مهمة يمكن ما بتكونش عنده المعدلات عالية، لكن الأكيد بتكون في توقيتات في منتهى الأهمية. خالد رشدي، خالد رشدي البحث عن الثغرة. يا ابني حظك، يا ابني حظك، بدلك في هجمة أكثر من رائعة. سي بي ومحاولة الاستيل. جوشا هو الهام في الفريق، جوشا معاه المفتاح، هو الواهلون. طوفان، طوفان مكراوي، طوفان وكراوي، ودفاعات الروح العالية لفريق الوكرة. والتعويض والتعادل 58-58، بل الحصول على كرة وستيل. روح عالية جدا عادت بالوكرة في آخر 5 دقائق. المباراة اشتعلت هنا مرة أخرى. المحاولات، البحث وألعاب فردية، مهارة عالية، ثقة كبيرة، ضياع للكرة من بروكس. خالد سليمان، خالد رشدي، سي بي، الباص صعبة على خالد، لكن خلاص 6 ثواني على زمن الهجمة، لازم يصوب. لكن هنا الكرة ترتطم في رأس صانع الألعاب سي بي، وخروج الكرة لمصلحة الوكرة. أقل من 5 دقائق خلاص، ولكن التعادل 7 في المباراة، استمرار لمسلسل التعادل. 58-58، الدقائق الحاسمة والمحاولات. وسولي هنا المتابعة، ويليام بيقول له واي، ليه الخطأ؟ لا يا ويليام، القضية مش في الخطأ، القضية في المتابعة، ما عملتش البوكس اوت. الخطأ الثاني، تبديل للحاج علي صالح. بيرد الطائر لم يعد طائر هذا الموسم، علامة استفهام بيرد. كان مثلث ارتدادي في الدفاع، مثلث سيطرة في الهجوم، ويليام وخالد وعمر، حتى أن حصل على 2 من أصل 3. سي بي صانع ألعاب العربي القادم بدلا من دالان. والكيك اوت رشدي، والباص لعمر، العب على الأمان، لعب على الأمان خالد سليمان، والكيرف العالي والكرة خارج السلة. التقدم وكراوي عزيزي المشاهد، والحيازة للوكرة، الحيازة للوكرة. 19 ثانية باقية على زمن الهجمة. المحاولات من بروكس، الهاند اوف، الدرويش، بروكس مرة أخرى، الدفاعات قوية على بروكس، عرفان هيحلها، عرفان هيحلها كما توقعت، عرفان معاه الحلول، عرفان معاه مفتاح سلة العربي، على طول عرفان عملها، وصل بالوكرة للنقطة 62 مقابل 58، وقت الخبرات عزيزي المشاهد، وقت هنا عمر سيك وخالد لم يسعف العربي حتى الآن، وعرفان، وهل يفعلها الدرويش؟ فضل التمرير. 3 دقائق 18 ثانية، هجمة في منتهى الأهمية للوكرة. لسه بدري لكن هنا الستيل، لا عادت جوشا على التصويب، وهنا عمر سيك
خالد سليمان. ثلاث دقائق خلاص الجولدن تايم الاسيس باس. لسه كنت بحكي يا عزيزي المشاهد، لسه بقول وقت الخبرات تمكن خالد من وصول لويليام تحت السلة. الفارق نقطتين والمباراة تلفز أنفاسها الأخيرة. التصويب ها زي ما أقول لحضراتكم، لما بقول هو ملك الثلاثيات اليوم لم أتكلم من فراغ. الدرويش بيعمل الصعب، الدرويش يسجل ثلاث تصويبات في أهم الأوقات. وهنا يا سلام على خالد سليمان، مش ممكن، مباراة على صفيح ساخن. هنا ثلاث نقاط، هنا ثلاث نقاط، تبادل لإطلاق النيران، الأون فاير للفريقين. جوشا لا زال يقدم الصعب ويصل. مباراة مشتعلة، مباراة سريعة، مباراة ساخنة. خالد التمرير، أربع نقاط هي الفارق. خالد معقولة تاني؟ لا، اداها لخالد الصغير. يا رشدي يا رشدي يا جمالك يا رشدي، خالد رشدي يسجل من بعيد. الفارق نقطة، مش ممكن مش ممكن، مش عارفين نلتقط الأنفاس من التسجيلات المستمرة رغم الدفاعات. شوف 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 اهي اهي اهي، شايفها وحاسسها، عارفها، متوقعها، براكس يطلقها. يلا الله الله، لا لا يا خالد مش ممكن يا خالد، في الوقت القصير التسرع. انا بقول لك مش ممكن. هل هي سلة المباراة؟ 70-66، دقيقة أخيرة، هل هي التسديدة أو طال إطلاق رصاصة الرحمة؟ لا، لسه بروكس عرفان الكيك أوت. سولي، لا يا سولي ما تضيعش منك دي. هنا الترانزيشن، لا زال الأمل عند العربوية. سي بي يفضل الاستكمال، والدرويش بالخطأ، وسي بي على التصويب. 48 ثانية، مباراة نارية، أربع نقاط هي الفارق. عزيزي المشاهد، 48 ثانية متبقية لنهاية اللقاء، نهاية الدور الأول، وعلى تنفيذ رميات سي بي والرميات من ذهب. الماني تايم، الماني تايم. عزيزي المشاهد، الفارق ليضيق، أصبح الآن ثلاث نقاط بل نقطتين. عزيزي المشاهد، الوقت المستقطع على طول لمدرب الوكرة الدكتور إيهاب، لا وقت لتأجيل الأوقات المستقطعة. فارق نقطتين، 48 ثانية، لا تذهبوا بعيدا، ننتقل إلى الوقت المستقطع ونعود معكم. عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال 48 ثانية، 48 ثانية، كل رمية ليها ثمن، كل ترن أوفر ليه سعر. لازال هنا جوشا، عندما عاد عاد بقوة،
الدرويش بتسع نقاط بثلاث تصويبات جميعها حساسة، 15 نقطة لعرفان، الدفاع ضاغط للعربي، المحاولة هنا عمر رايح ينهيها، لا يا عمر لا يا عمر لا، الدكتور إيهاب ما بيقولش غير ليه ليه ليه، بيضغط راجعين كده ورا ليه فعلا. الاثنين البنش، حاتم مملوك يطلب وقت مستقطع، 28 ثانية، سلة وحيدة، مباراة نارية، مباراة بتفكرنا بلقاءاتهم الموسم الماضي عزيزي المشاهد، لعبوا مع بعض نهاية الدوري، لعبوا مع بعض. وعشرين ثانية عزيزي المشاهد فقط، 28 تفصلنا على نهاية هذا اللقاء المتكافئ، لقاء مثير، لقاء حماسي، بعيدا عن أي تحليل فني، هو مباراة، هي مباراة لا نعلم إلى أين تذهب، رغم المتبقي أقل من نصف دقيقة، الكرة لمصلحة العربي المتأخر بسلة واحدة، سي بي هو نجم اللقاء ب 26 نقطة، هذا اللاعب المحترف ضمن صفوف العربي بيؤدي مباراة كبيرة، سي بيغرام 26 نقطة، الكرة يدخلها لابن سليمان، عمر 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 فين الخبرات، هنا على طول الوقت المستقطع، الدرو جيم عزيزي المشاهد، 21 ثانية، المباراة متعادلة، لا نعلم إلى أين تذهب، هل إلى وقت إضافي، هل ينهيها الوكرة في هذه الهجمة، ولكن هناك بوزيشن جديد للعربي، لا نعلم، العلم عند الله، بعد التايم أوت نعود معكم بمشيئة الله. دلوقتي كل الاحتمالات بالفعل الدكتور أحمد بيقول مباراة كل الاحتمالات موجودة، اقترح استلام الوكرة من منتصف الملعب الخلفي حتى يتثنى له استهلاك، لكن خلاص وقفلوا له ال 14 ثانية اللي كانوا معلقينها علشان يستهلك زمن وهاجم، لكن هل هيتمكن من إخراج الكرة الخمس ثواني؟ تمكن، نجحت، راح هو حط الدانك وحط الدانك، ولكن لسه بدري، 17 ثانية نجح في تسجيل السلام دانك، راح وطر وسجل والتقدم وكراوي تأكيد السلة، التايم اوت للعربي، هل هياخدها من أي منتصف ملعب؟ هننتظر ونعرف الإجابة يا دكتور طنطاوي.
17 ثانية، 8 أجزاء من الثانية والتقدم، وكراوي بسلة واحدة. ماذا أنت فاعل يا حاتم يا مملوك؟ أبناء حاتم مملوك، الدخول الدرايف من سي بي كيك أوت، معقولة يلعب على 3؟ لا، راح وسلمها. الخطأ الشخصي ولا زال في العمر بقية، الرميتين حرتين وتسع ثواني، لسه مباراة جديدة، لكن رميتين. جاسم بيقول لا، ما فيهاش رميتين. الفاول على الباص، التمرير من الخارج، عمر سيك 8 ثواني، ينتهي اللقاء. اللعب هنا عمر، خالد رشدي والمجازفة، خالد رشدي، راحت المباراة. 72-70 خلصت المباراة لمصلحة الوكرة بعد أن كان العربي متقدم في آخر اللقاء، ولكن هنا الوكرة يكشر عن أنيابه. ألف مبروك للوكرة، هارد لك، مباراة كبيرة للعربي. أعتقد العربي خسر المباراة ولكن اكتسب ثقة كبيرة في المباريات القادمة. دمتم في أمان الله، وإلى أن نلتقيكم بمشيئة الله في الدور الثاني، ولكن سريعا يوم الثلاثاء إن كان في العمر بقية.